نفس المثل نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس العلم، وهي شرح أو تعليقات بعض على الكتاب أو على كتيبة الثلاثة الأصول للشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله والحمد لله. The Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, peace be upon him, said: Allah is not pleased with anyone being mixed into worship with him, neither an angel brought close nor a prophet that was sent. And verily, the masajid belong to Allah, so do not call onto anyone along with Allah. Surah al-Jin. هذه مسألة الثانية، هذه مسألة من مسائل عظيمة جدا، وهي تتعلق بتوحيد الله عز وجل وحق الله عز وجل، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: هذه مسألة الثانية. ذكرنا في الأسبوع الماضي المسألة الأولى، وهذه مسألة الثانية، وهي مسألة عظيمة جدا. يجب على الخلق أن يعلمون حقوق الله عز وجل عليهم. This matter, this is the second matter, which is last week we talked about the first matter, and this matter is a very great matter because concerned with the Tawheed Allah Azza wa Jal, concerned the righteous of Allah, the haqq of Allah subhanahu wa ta'ala, and concerned about the monotheism with Allah subhanahu wa ta'ala, shirk billah Azza wa Jal. والمسألة هذه مسألة، وهي الشرك من أعظم ذنوب على الوجه الأرض، وهي من أبغض الذنوب ومن أكبر الذنوب، وهو شرك بالله عز وجل. This sin is the very great sin by to Allah سبحانه وتعالى. And this sin is also Allah, he hates this sin. That's why he said أن الله لا يرضى. Allah, he will not please, does mean he hates it. لا يرضى معناها يبغضه، وشد البغض، وهي عبادة غير الله عز وجل. أن الله عز وجل لا يرضى. Allah, he will not please, that's mean he hates it. This sin is very great sin. الأمر الثاني، الشرك لا يغفر له. إذا مات مسلم إنسان، لو عبد الله عز وجل 80 سنة، 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، ثم في آخر لحظة أشرك مع الله عز وجل، قال: المدد المدد يا حسين، المدد المدد يا جيلاني، المدد يا المدد يا فلان يا علام، طلب من الأموات المدد، فيحبطه الله عز وجل جميع أعماله، لا يقبل الله عز وجل منه لا صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا. يعني 100 سنة عبادته أصبح هباء منثورا، تراب. وقدمنا، قال الله عز وجل: وقدمنا إلى عمل ما عملوا إلى عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله عز وجل he will hate it, and if it's 100 years you worship Allah سبحانه وتعالى night and day, Allah he will and then last minute you make shirk, you ask other than Allah, Allah all the deeds what you did, Allah he will reject it. 100 years deed, just you said, Ya Ali, help me, O Ali,
you ask Ali bin Abi Talib or Hussein or Jailani or that person or somebody doesn't able accept Allah, something is not able accept Allah. يعني تسأل من شيء الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فيجعله الله عز وجل أعماله فيجعلها باء منثورا. He will reject all 100 years your deeds. الأمر الثاني الشرك يكون في توحيد الربوبية في توحيد الألوهية وفي توحيد أسماء والصفات. The shirk which is monotheism is going to be with three things. Lordship with the Lordship and with the united Lordship and united of worship and united of name and his attribute Allah subhanahu wa ta'ala. كيف يكون توحيد الربوبية؟ مثالها إذا قال نحن نعلم بأن الله عز وجل الرب لا يكون ربا إلا يكون إيش خالقا رازقا مدبرا وغير ذلك يعني. How is gonna be shirk polytheism with Allah subhanahu wa ta'ala with lordship? We know Allah subhanahu wa ta'ala he's creator, he's a provider, he's the ruler. إذا قلت مثلا علي هو الخالق، حسين هو خالق، جيلان هو خالق، بدوي هو خالق، بس دسوقي هو الرازق. If you say Ali is creator and Hussein he is the provider and Jailani he is the give a life to us and you make shirk with the خلق. لا قادر على الخلق إلا الله عز وجل. الخلق خلقه سبحانه وتعالى. هذا شرك بالربوبية. أو إذا قلت الرازق ماذا؟ علي. والرازق هو معطي حسين. إذا if you say علي his creator and giver حسين for example. هذا الشرك أيضا بالربوبية. This all the shirk بالربوبية. أو الذي يدبر يرزق ذكر والأنثى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. هذا الشرك إذا قلت الأصنام أو القبور تنفع وتضر وترزق الذكور والإناث هذا شرك بالله عز وجل بالربوبية. If you say if your wife get pregnant you want a boy or girl you ask حسين and you say حسين or علي أو anybody pious people like or Muhammad sallallahu alaihi wasallam or Jibril alayhi salam any pious people they are giving us and this is lordship duty. هذا من خصائص ماذا الربوبية. أيضا إذا قلت علي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هذا شرك بالربوبية. If you say علي he is the first and last and he is the on top all the creature and he know everything about the creature that is shirk also with rububiyya. Why you laugh? Not true. They say in the belief to that not just some group, there's many people there they have this hada shirk kunesh bil rububiyya. This is shirk with the lordship. طيب والشرك بالأسماء والصفات شرك with his name monotheism with his name and attribute. Also he said Allah احنا نعلم بأن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. This is أول he is first and he is last. First he doesn't have a begin and last he doesn't have an end. أول ليس قبله شيء كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء. If you say Allah عز وجل he's عليم الخبير you say حسين العليم الخبير القادر. This شرك بالأسماء والصفات. الشرك with the name and attribute. العليم هو الله الخبير هو الله. But if you say خبير that's okay anybody can be خبير. But الخبير ألف لام this is استحقاق والاختصاص هذا حق لله عز وجل. القادر هو الله عز وجل. You are قادر that's but don't say your friend is القادر ability.
الباسط النافع الضار بد نافع ذاتس اوكي بد النافع نو الف لام دون بوت تمام والا يكون الشرك بالاسماء والصفات از غانا بي بونيثيزم وذ نيم ان هيز اتريبيوت سبحانه وتعالى. طيب التوحيد شرك بتوحيد الالوهيه كذلك تصرف عبادتك لغير الله عز وجل مثل الصلاة عبادات القولية أو عبادات القلبية أو عبادات الجوارح عن طريق الجوارح عبادات دير different kind القولة which is you say with your tongue سبحاني العلي العظيم علي ميني علي بن أبي طالب علي العظيم إذا قلت سبحاني العلي العظيم هذا علي بن أبي طالب اذكرها بلسانك دائما هذا من أقبح الشرك أو اعتقاد في القلب بأن فلان ينفع ويضر that person سنتكلم عن نفع والضر الشرك ثلاثة أحوال في الدعاء that you believe that person سواء ميت أو حي أو غائب أو حاضر قد يكون شرك either he is present or he is not in present he is dead or he is far or close for example if he is close he is dead you ask him from his grave and tawaf making circle around his grave and you asking a provide you asking your wife she doesn't get pregnant you ask her you want to pass in travel test you asking also هدي ask everything يعني تسأل تطوف حول قبره إذا ميت لأن الشرك إما ميت وإما غائب حي وإما حاضر حي إذا ميت تجي عنده وتسأله يا عبد القادر يا حسين يا علي أعطينا وارزقنا وانفعنا طيب والله عز وجل وين فصرف جميع عبادتي أو جزء من عبادتي لغير الله والدعاء عبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والعبادة كما قال شيخ الإسلام تيمية هو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة The عبادة he said name is as one name is as for anything Allah he like it and he please he love it and he please From the sea, like Subhanallah, Alhamdulillah, that's a ton, ibadat ton, through of the ton. Aqwal wal af'al, af'al action, like a ruku' and sujood, and tawaf and sa'i, and zakat. Wal ibadat qalbiyya, al-zahira wal-batina, al-zahira wal ruku' sujood. Wal-batina ibadat qalbiyya, al-tawakkul, al-raghba, wal-mahabba, wal-ta'zim. Hadhi ibadat la yajuz sarf. لغير الله عز وجل ومن صرف جميعها أو جزءا لغير الله فقد أشرك هو عبادة with either your tongue or with your heart or with your action any عبادة Allah he liked it and Prophet صلى الله عليه وسلم he put it for us as a rule as a حكام and you have to follow if you submit this عبادة for other than Allah For the grave, you're making shirk with the uluhiyya. إذا صرفت لغير الله فجعلت هذه العبادة الشرك مع الألوهية. و الميت قلنا تسأله هو لا يستجيب. That you will ask him you will not answer. هذا الشيء شرك الحاضر الميت والشرك الغايب حي شرك تقول هو فلان شيخك مثلا في مكة يا فلان أغثني يا فلان أعطيني من غير تليفون طبعا هكذا تسأل شيخك مثلا في مكة أو في صومال مثلا في أثيوبيا هو حي لكن هو شيخ معروف وأنت تنادي بالاستغاثة وطلب الرزق وطلب أعمال أو أفعال لا يقدر عليه إلا الله مختص الله عز وجل مختص بهذه الأفعال
You have a sheikh, he is alive. Either in Somal or in Syria or wherever. He is alive. You ask him something, doesn't able accept Allah. Doesn't able accept Allah. You ask him provide. Provide me a boy or girl. Or you ask him pass you in test exam. Or provide you wife or husband. Even if he's alive, but he doesn't able. These things nobody able except Allah subhanahu wa ta'ala. وشرك النوع الثالث هو حاضر شرك حي حاضر أمامك. Third one, you ask him, he's present. He's alive. أيضا لا يقدر عليه إلا الله. تسأله فيما لا يقدر عليه إلا الله حتى لو كان حاضرا. فهذا شرك بالله عز وجل. You ask him, he is in front of you. Something doesn't able except Allah provide you. هذا نوع الشرك دعاء. فالشرك شركنا أنواع. شرك أكبر. هذا شرك الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام. حتى لو صلى وصام. There's a different kind shirk, different type. Main major shirk, which is the take the person from the Islam, out of Islam. مثل الطواف لغير الله. طواف يعني للقبور. وسؤال غير الله. والتوكل على غير الله. واستغاثة. واستعانة. والخشية. أعمال القلوب والمحبة والتعظيم غير الله عز وجل، لكن محبة يكون بمحبة الله وتعظيم تعظيم الله مثل تعظيم الله. إذا صرفت لغير الله هذه العبادات القلبية وهو يستحق الله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل، هذا يخرجك من الإسلام. There is major sin. For example, you love the person as Allah. Similar Allah. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Some people they love Allah, he said. Some people they love their image or they love as Allah. They take partners as Allah. But love, حب, شرك محبة هذه يسمى. This شرك محبة. أو أشد حبا والذين آمنوا أشد حبا لله. فشرك محبة is the good. شرك with love. Those people, some people, they love their idols or image as Allah. But with the love. He said, I love my father like Allah. شرك بالله this. أنا أحب أبي يقول مثل الله. أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الله، هذا شرك بالله على هذا. I love Prophet صلى الله عليه وسلم similar الله. شرك التعظيم there is great, you make, you said هذا عظيم مثل الله. You say this is greatest Prophet صلى الله عليه وسلم like Allah. Even Prophet صلى الله عليه وسلم no. جبريل عليه السلام no. الله يبغى محبة. Love is different, grateful different. توكل على الله. لا يجوز تقول أنا أتوكل على فلان، أتوكل على الله. He don't say make trust to Allah and trust to this person. توكل إيش سموه؟ Rely. I rely to this person. توكل قالوا أهل العلم لا يجوز إلا لله. هذا العمل لا يجوز إلا لله. وربما بعض العبادات يتشارك مع الإنسان، لكن التوكل لا يجوز لأن عبادة محض لله عز وجل، خالص لله عز وجل. ما تقول أنا أتوكل على فلان ثم على هذا، توكل على الله بس. لكن محبة تقول أنا أحب هذا وأحب هذا، محبة زوجتي، محبة طبيعية، محبة الأم، محبة الأب، محبة الأخ، محبة الأخت، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد له منزلة، الله له منزلة خاصة. وتعظيم كذلك، تعظيم لها منازل.
ليس كالله، لكن يشترك إنسان بالمحبة والتعظيم والرجاء كذلك. رجاء سيأتينا إن شاء الله، ترجو أعطيني، أرجوك هذا أعطيني، لأن هذه العبادات يشترط أربع أمور حتى يكون جائز. الخلق يسألون عن الآخر. Fourth thing if you have is allowed you ask your friend or your mother or your dad or anybody. الأول أن يكون حي، حي. He have to be alive. You can ask. الثاني حاضر. He is present. الثالث قادر. He have ability to do that. قادر. Can you give me this glass? Put left, right hand. Left hand. See, حي حاضر قادر. He will give me. خلاص ما في شيء. ويكون سبب. الرابع يكون سبب شرعي. Reason. He said this medicine شفاء. هذا الشرك كله عز وجل. ما يجوز تقول فيه هذا الشفاء. This is شفاء. قل علاج هذا. لأن العلاج قد تتحسن وقد لا تتحسن. قل هذا سبب للشفاء. Say this is reason for the شفاء. Not this is شفاء. الشافي هو الله عز وجل. تمام؟ الأمر الثاني نتكلم عنها، لماذا الله عز وجل يبغض الشرك؟ لأن هذا حقه، هذا حقه، لا ينازعه أحد في ملكه ولا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسماء وصفاته. Because this is his right. أنا أغنى الشركاء عن الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله، قال أنا أغنى الشركاء، لا أحتاج شريك. فمن أشرك معي غيري فيه شركا تركته وشركا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنا أغنى الشريك. لماذا يكون شريك مع شريك؟ حتى إيش؟ هذا يساعده، صح ولا لا؟ يساعده بالمال، أو يساعده مثلا شركة مضاربة، مال مني والعمل منك، هو يريد يكسب وأنا أريد أكسب. لو أنا شغلي ماشي ما أحتاج إلى شريك، صح؟ Why partner? Allah, he doesn't like it anybody partner with him. Because if you have a business, for example, well, for example, just to make means is close. He have a company. He's looking for partner, somebody be partner with him. Why he looking partner for? That means his business is no good. Right? So he need help with the money, right? So it's going to be less rent he's going to pay, less what they call expense is going to be, right? So he need help. Ya Muhammad, he need help. Always last year. Wait, ya khi, after class you can ask. He need help, this guy. So he find what? Sharik, partner. If his business was good, he will look for partner. He will look. That's mean Allah Azza wa Jalla, he don't need partner because he is أغنى الأغنياء. ما يحتاج شريك لا في ملكي ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته. ما يحتاج إلى شريك. He doesn't need polytheism. شريك partner with him, with his lordship or worship or his أسماء والصفات, name and attribute. Doesn't need. He said من عمل عملا من عمل عملا أشرك فيه تركته وشركه. I will leave him with his partner. That's mean what? ما معنى هذا؟ يوم القيامة يأخذ، أقول له، يقول الله عز وجل روح خذ من شريكك الذي انت شاركته معي، عبد صنم مع الله عز وجل، تركته وشركه، خلاص روح أجرك وثوابك. بل الأصنام يسبوه، يقولنا نحن لم نجبرك أنت تعبدنا مع الله، فإذا ما يأخذ أجر، يضيع عليه أجر. So he said if he makes shirk with me, day of judgment, I will leave him with his Lord, because he
worship with me somebody else. So go take your blessing from him. And that the image, they will curse them. They will say, we didn't call you to worship us. We didn't call you to worship us. أيضا الشرك يحبط جميع الأعمال قلنا the shirk all the أعمال will be invalid قلنا والشرك يبغضه الله عز وجل أبغض أعمال لله هو الشرك the great hate الله سبحانه وتعالى the shirk most great hate الله سبحانه وتعالى from the sin the shirk الأمر الثاني أو الأمر الآخر الشرك ليس فيه الشهوة يعني الذي يزني مثلا والذي يسرق والذي يغش من أجل شهوة أليس كذلك فالشرك ليس فيه شهوة يعني الذي يزني يقول أنا والله غلبني الشهوة وغلبتني الشهوة وزنيت والذي يسرق يقول والله أنا كنت محتاج إلى ما سرقت يعني فيه سبب أما الشرك ليس بشهوة Another thing الشرك doesn't have a desire as a what as a zina as a thieving intercourse said David والله my شهوة my what they call it desire I couldn't control myself when I see woman خلاص يعني he have an excuse little bit I don't create excuse for him, but my mean there is, It's understandable. Understandable, but Dev Jim is under the will of Allah, either hellfire or forgive him. So thief, he steal. Why steal? Wallahi, my family, they're poor. So that's why reason. But shirk doesn't have riba. Why? Wallah, they said some fatwa. They said house if you have better than. You parent, يعني دير في مخرج يعني شهوة desire لكن شرك ما في شهوة تعبد غير الله أنت الله خلقك وأنت تعبد غيره الله رزقك وأنت تعبد تشكر غيره الله أعطاك كل شيء وأنت تسأل غيره الله provide you and you ask other than Allah Allah create you you worship other than Allah So no excuse. That's why. لذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا يغفر أن يشرك لأن ما عنده سبب. ما في شهوة. ما يغفر لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك دون الشرك. And Allah, he said, Allah, he will not forgive who comment polytheism with Allah subhanahu wa ta'ala. But he will forgive other than shirk, other than, he will under protection, will of Allah. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ أَدْنَى أَقَلْ مِنَ الشِّرْكِ زِنَى وَرِبَى وَتَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ Under the word of Allah. The not shirk. The major sin, which is the zina of the bandistry. But shirk, no. You worship 100 years, and last month you make shirk, you go to hellfire. 100 سنة اعبد ربك ثم أمر خطير. لابد أن تحمي توحيدك. يا عبد الله. تحرص توحيدك. تحرص إيمانك. تجدد توحيدك والله ما يعلم إنسان ما يعلم العبد قيمة التوحيد إلا حينما يضع قدميه في الجنة والناس النار الموحد الوحيد يدخل الجنة والمشرك لا يدخل الجنة يخلد في النار احمي توحيدك وحاول أن تنقذ الناس من الشرك you need to protect your توحيد secure your إيمان It's something is as very danger, very serious. Don't take it as a fun.
You think you come to masjid, that's mean khalas? No. Could we will work after that somebody give you shubha, doubtful in internet or media, and then change your belief, and then you die with that belief. You didn't seek your knowledge and you didn't partake your tawheed. Wallahi, you will not know. You will not know the value of tawheed until when you enter to Jannah. Because you see all the mushrikeen in hellfire and you are in Jannah. Those people, you say, I know them. Yeah, but they was with us in the masajid, no. But they was have a belief. Idols is they harm them and idols create them, they say. And you think everybody in the masjid praying with you. Some people, they have a belief to magic. Magic is allowed to go to them. I know people, they go in Toronto to magic. $100 they pay. They pay to magic. And they do for magic. With $100, they remove all tawheed. You pay money and clear your tawheed. Swipe it. سوب ات اي والله تقلع من مكانه وانت تدفع $100 فالامر خطير جدا the thing is this danger هذا نبي الله ابراهيم امام الموحدين يخاف على توحيده ابراهيم عليه السلام the leader of the موحد he was scared about this توحيد and his son of tawheed وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام انظر إبراهيم الذي أتى بالتوحيد وهو أفضل البشر بعد الأنبياء وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم مع ذلك يخاف على توحيده نبي الله إبراهيم يسكير أبو ديس توحيد عن توحيده في الصن He said, وَجُنُوبِنِي make us far, me and my son, to worship idols. And نعبد الأصنام. الأمر خطير. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرِ أَوْ تَهُوَ بِهِ الرِّيحُ أَوْ تَهُوَ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ Who worship other than Allah? He fall like he fall from the sky, Allah said. Either the bird will take him, or tornado will take him, wind, and place far. مكان سحيق بعيد يعني. يعني بعيد عن الحق. Far from the حق. هكذا حال المشرك. ليس قريب الله عز وجل. قال قال وأن الله قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا يرضى أحد he doesn't please anybody worship with Allah سبحانه وتعالى or be partner with Allah سبحانه وتعالى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا نبأ لا ملك مقرب anybody he doesn't wanna be partner with him ملك مقرب the closer the ملائكة so closer ملائكة that's mean they are more pious than other أقرب ملائكة هو أصلحهم هم كلهم صالحون لكن أصلحهم جبريل عليه السلام مثلا أو حملة العرش جبريل عليه السلام or حملة العرش who's the care the crown لا ملك مقرب ولا نبي مرسل نبي الله لا يجوز عبادته نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز عبادته not allowed to worship prophet صلى الله عليه وسلم وذا الله سبحانه وتعالى لأن النبي هو مرسل من عند الله عز وجل حتى يعلمنا كيف نعبد ربنا الله عز وجل he sent prophet صلى الله عليه وسلم
how we worship, the way we worship Allah subhanahu wa ta'ala. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. He is slave is not allowed to worship him. And he is messenger, we have to believe to him. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئته. قال أجعلتني لله ندا أي شريكا؟ قل ما شاء الله وحده. One man he asked Prophet صلى الله عليه وسلم, he said Allah he will and you believe and you will. He said you made me with Allah similar, شريك partner. أجعلتني لله ندا فقل ما شاء الله وحده. Say if Allah will only. فأخطأ باللف فعلم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام التوحيد الصحيح. He taught him. أيضا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. لأن الإطراء هو مبالغة بالمدح. حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله عز وجل عند بعض الطوائف. شريكا يعبد صلى الله عليه وسلم. Also he said don't praise me as a Christian that praise the Isa ibn Umar, Jesus. I am slave of Allah subhanahu wa ta'ala. Because some people they praise Prophet sallallahu alayhi wa sallam and they are extreme with the praise, they make him similar to Allah subhanahu wa ta'ala. It's not allowed to make him similar to Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال لا ملك ملكهم قط ولا نبيهم فإذا ما دونهم من باب أولى. He said لا نبي لا ملك مقرب is not allowed to make polytheism with Allah, the closer the angel and what and prophet or messenger has been sent from Allah. If prophet not allowed to be polytheism with Allah subhanahu wa ta'ala, so ما دونه under prophet is من باب أولى. كيف قال؟ Priority. I like this. Priority. يقول لك لا. يلا. مترجمين أخطأوا. أحد يخطأ الثاني. الصيغة مختلفة لكن معنى priority. طيب ليش حرك رأسك؟ لازم ده. لا حرك. إذا ما دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى لا يجوز أن يشركه. If Allah subhanahu wa ta'ala not allowed to worship with Allah a prophet or closer angel. So under Allah subhanahu wa ta'ala, under prophet I mean, under the angel, which is normal people, regular people, took priority. من باب أولى from the priority, like this, from priority. And with ترجم الله, الله المستعان كيف تطلع. ثم قالوا استدل بدليل, after that he bring the proof from the Quran, وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. The masajid for Allah. لله هذا اختصاص. اختص لله عز وجل. لله لام الاختصاص يسمى. المساجد لله. This is lamb, the code, lamb of the special. Belongs to Allah. House of Allah. Belongs to Allah. طيب أي مساجد؟ اختلفوا العلماء على أقوال كلمة مساجد. مساجد there is different opinion. قالوا القول الأول هو المساجد المعهودة, مسجد جامع يعني البناية. لا يجوز عبادة غير الله عز وجل في هذه المساجد, لأن اليهود والنصارى أمروا أن يعبد الله عز وجل في المساجد فأشركوا مع الله عز وجل. قالت اليهود عزير بن الله, وقالت النصارى المسيح بن الله.
فعبدوا غير الله. First opinion, they said masajid was the masajid plural of masjid. Allah, he ordered Jews and Christians to worship Allah in their church, but they worship other than Allah. Jews, they worship Uzair, and Christians, they worship Messiah, Isa, or Jesus. القول الثاني, the second opinion, هو الأرض. الأرض لله عز وجل. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جميع الأرض. The second opinion, which is the floor or land, the floors, all of belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. They're not allowed to make shirk with Allah subhanahu wa ta'ala anywhere. والقول الثالث, المقصود الأعضاء. أعضاء السجود is mean the muscle of the sujood, which is where you make it. أمرت أن أسجد لسبعة أعضاء, الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. Seven place, Prophet صلى الله عليه وسلم he said, Allah he ordered me to make sujood with seven bone or join, whatever the call, which is the fourth head and two hand and knee, two knee and two foot, which is the toes. والقول الرابع, the fourth opinion, وأن المساجد السجود, مقصود السجود, معنى السجود, يعني السجود لا يجوز تسجد إلا لله عز وجل. This means sujood, the forehead, not out. Some people, they kiss their father hand, they put their hand. It's not allowed this. بعض الناس يقبل يده ويسجد على يد, وهذا لا يجوز. لأن السجود لا يجوز إلا لله عز وجل. سجود تقبيل لا بأس, لكن سجود لا يجوز. بعضهم يركع ويسجد يبوس قدم رجل, هذا أيضا لا يصلح. Some of them they make sujood for the foot for the father, they think this is respect. يظنون هذا من الاحترام, هذا خطأ. هذا ما مكان سجود لا يصلح, لا ينبغي. فلا بد الإنسان يحمي جناب التوحيد. You have to protect the توحيد. فلا تدعو مع الله أحدا, يعني لا يجوز. الدعاء نوعان, دعاء المسألة والدعاء عبادة. دعاء two type, دعاء مسألة asking and دعاء عبادة and worship. دعاء مثلا عبادة أو دعاء مسألة, تقول دعاء مسألة تقول يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا اللهم ارزقني اللهم اغفر لي, هذا دعاء مسألة تسأله. او الله provide me, او الله provide me جنة, whatever. This is دعاء asking, مسألة. ودعاء عبادة تسبيح والتهليل والركوع, هذا كله دعاء. هذه عبادة يسمى دعاء عبادة. أنت لا تسجد إلا أنك تريد رضا الله عز وجل. لا تركع إلا أن تريد رضا الله. لا تذهب إلا للحج إلا رضا الله عز وجل. تبتغي رضا الله. هذه كلها دعاء. لكن على دعاء كأنك تقول يا الله هذه الأعمال أعملها لك حتى ترضى عني تدخلني الجنة, بس هذا هو دعاء. You ask, sometimes you ask and sometimes when you practicing, that's mean you are asking. Like you making salat and you fasting and you go to Hajj and you give zakat, why you are doing that? So you are trying to say, you Allah, oh Allah, please for me. I need from you paradise. You are not doing for people. From here you go to Hajj, just yourself you take. There's no way. Don't lose your money and don't lose your hasanat. You don't need selfie malfi. من هنا تروح من أمريكا لين السعودية حتى يعمل السلفي هناك, يضيع كل حسناته, تعب نفسه تعب ماله على الفاضي. هذا ما حامي توحيده. He go from here سلفي, دعاء ميك سلفي, صلاة سلفي, طواف سلفي,
صفو المر صفو ايش هذا انا ما خليت شيء للعزوجه كله لان الفيسبوك كله راح لانستغرام ايش اسمه هذا انستغرام كله رايح على هذا تيك توك هذه الاماكن يعني رميت كل حسناتك يثروه الحسنات ضيعت مالك وضيعت عبادك وتعبت على الفاضي you lost your money you lost your عباده and you get tired for nothing هذا اذا ما حميت التوحيد تضيع عباداتك if you didn't protect your توحيد you lose your عباده اكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك